أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. ببدأ معك هذه الحلقة بآية من كورنثوس الأولى أصحاح 15 آية 57: ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. كان بيتكلم الرسول بولس عن الاختطاف، لما يجي الرب والمؤمنين يتغيروا وياخدوا الأجساد الممجدة ويقابلوا الرب، يختطفوا عشان يقابلوا الرب على السحاب، وقال هيبقى انتصار عظيم على الموت. أين شوكتك يا موت؟ فقال شكرا لله لأن في الاختطاف انتصار على الموت، شكرا لله في انتصار عظيم غير عادي. لكن عزيزي المشاهد، الرب بيدينا كل يوم انتصارات، وتقدر تشكر الرب من أجل الانتصارات التي يعطيها لك الرب يوميا. هنا بيتكلم عن الاختطاف، كلنا نتغير في لحظة في طرف عين. بيتكلم عن الانتصار على الضعف في لحظة الاختطاف، الانتصار على الموت. إنما الرب لا يدينا انتصار في الاختطاف، بيدينا انتصار على الخطية، انتصار يومي، انتصار في الضيقات لما تيجي. الرب بيدينا انتصار على الفشل، الرب بيدينا انتصار على إبليس. وتقدر تقول كده: أشكرك يا رب لأنك تديني الغلبة، أنا لوحدي هنهزم أمام الخطية، أنا لوحدي هنهزم أمام هذا الإغراء، أنا لوحدي الشيطان هيأذيني، لكن بيك أنا منتصر. وعشان كده بولس قال يعظم انتصارنا بالرب، مش بنفسي، لا بنفسي هنهزم. القلق هيهزمني، الخوف هيهزمني، الحزن هيهزمني، النجاسة هتهزمني، الطمع هيهزمني، إنما بالرب يسوع أنا منتصر. عزيزي المشاهد، لو ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع، بص للرب كده وقول له: بيك أنا منتصر، بيك سأظل منتصرا، بيك إبليس مش هيهزمني، بيك. بص للرب كده وقول له: بيك مش هرجع لورا، الشيطان عايز يرجعني لورا، الشيطان يفشل. والآية بتقول كده: كل آلة صورت ضدك، كل سلاح عمله إبليس لإيذائي يفشل، وخطط الشيطان تكون كلا شيء، تكون كالعدم. عزيزي المشاهد، بص للرب كده وقول له: بيك يا رب أنا منتصر. الآية اللي بعديها: عشان أنا منتصر أعمل إيه؟ ما خافش بقى أخدم الرب. في ناس تخاف تخدم الرب، من أولاد الرب اللي بيحب الرب، اليوم علاقة مع الرب لكن يخافوا. وبعض المؤمنين قبلوا هذه الكذبة، ان خدمة الرب تزود عليهم التعب والمشقات، والشيطان يحبهم اكتر ويتعبوا. لا، خدمة الرب تجيب لك بركة عشان يصاحبها انتصار. فما تخافش انك تخدم الرب. تقول: لا انا ابتدي اخدم بقى تكتر عليا الحروب، تكتر عليا الامراض. لا، انت لما تخدم الرب هتشوف ايد الرب معاك، وهتتحارب لكن هتنتصر، وهتختبر الآية اللي بتقول: ثقوا انا قد غلبت العالم. ممكن الشيطان يحاربك، انما سيعظم انتصارك. الشيطان عايز يأذيك عشان بتخدم الرب، لكن سيفشل. فعشان كده الآية التالية تقول إيه؟ إذن يا إخواتي الأحباء، مادام إحنا منتصرين، كونوا راسخين،
غير متزعزعين، ما تخافوش، وعشان عندكم ثقة ان الرب وبتشكروه ان هيديكم انتصار مستمر، تقدروا تعملوا ايه؟ مكسرين في عمل الرب. يبقى لما اصدق ان انا بالرب منتصر هاكسر من عمل الرب، يعني هخدم الرب اكثر، مش خايف. مكسرين في عمل الرب، مكسرين في عمل الرب. احفظ الثلاث كلمات دول او الاربع كلمات دول، مكسرين في عمل الرب، يعني هنمو في عطائي للرب، في خدمتي للرب، هنمو في الاكثار من خدمة الرب. مكسرين في عمل الرب في كل الظروف، عشان كده يقول لك كل حين. مكسرين في عمل الرب كل حين. ليك علاقة حقيقية مع الرب يسوع، قل يا رب أريد أن أنمو في خدمتي لك، أريد أن أنمو في خدمتي لك، واثقا أني بيك منتصر. يا رب أريد أن أكسر في عملك، وأريد أن أخدمك في كل الظروف أيا كانت، لأن أنا بيك منتصر، وأنا بيك يعظم يعظم انتصاري. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر صموئيل الثاني، بنكمل التأمل في هروب داود من أورشليم اللي كان بيحكم فيها، او ده مكان الحكم، مكان العاصمة بتاعة البلد، قصره في هذه المدينة، بيهرب من مدينة اورشليم نتيجة الانقلاب القوي، لان فعلا كان انقلاب قوي، لان اغلبية الشعب كانت مع الانقلاب. ليه؟ بكرر اللي قلته قبل كده، بسبب ان الشعب صدق اكذوبه، نجح ابشالوم الابن في ترويجها، نجح في ان يقنعهم ان داود ما ينفعش يستمر ملك، مش لصالح المملكه، كذبه، ده داود من الرب، ونجح في ان يقنعهم ان هو افضل من داود، كذبه، هو اسوأ من داود، هو لا يقارن بداود، داود ده رجل الله وده عايش في الخطيه، ولما تبقى عايش في الخطيه مش هتبقى بركة لبلدك ولا لعيلتك، يعني أفضل منك واحد إمكانياته قليلة بس عايش مع الرب يبقى بركة، لكن مهما كانت إمكانياتك، هم طبعا كانوا شايفين إن هو شاب وداود كبر في السن، شايفين إن صحته كويسة، شايفين إنه شكله رائع، حاجة يقدروا يفتخروا بيها، كل ده لو بشلوا معهم الرب مش معاه، كل ده ولا ينفعهم في حاجة. اللي ينفعهم شخص مع الرب حتى لو كان ضعيف، لكن مع الرب هيبقى قوي، هيبقى الضعيف القوي. ابشالوم لأنه من غير الرب هو القوي الضعيف، بس الناس صدقت الكذبة، والانقلاب كان فعلا انقلاب قوي جدا، خلى داود يهرب هو والناس الأقلية اللي تمسكت بيه، يهرب بره أورشليم، هدفه انه يروح الصحراء اللي فيها المغارات اللي كان بيستخبى فيها قبل كده، ويستخبى هناك لغاية ما يشوف هيعمل ايه. صموئيل الثاني اصحاح 15، وقلنا في الحلقة اللي فاتت اني خلى رئيس الكهنة صادوق يرجع تابوت العهد الى اورشليم، لانهم كانوا جايبين تابوت العهد عشان يبقى مع داود، فده شرحنا ليه داود قال لا يرجع، انا عايز العبادة في اورشليم تستمر حتى من غيري مش مهم، ما في خادم كده لو هو مش موجود مش عايز الخدمة تزدهر، لا، حتى لو انت مش موجود انت بتحب الرب فعايز الخدمة تزدهر، سواء
انت موجود فيها او غير موجود، لانك انت بتحب الرب. هذا داود عايز عبادة العبادة تستمر في اورشليم حتى وهو بره اورشليم، ويمكن ميرجعش اورشليم. عشان كده رجع تابوت العهد عشان العبادة والتسبيح المتواصل اللي كان في الخيمة حول تابوت العهد يستمر. انا مش موجود في اورشليم، مش ده اللي يعنيني. انا يعنيني انا اسيس مش موجود في الكنيسة، لكن اللي يهمني ايه؟ ان الكنيسة في غيابي تبقى زي وتبقى كمان احسن من وانا موجود، عشان انا بحب الرب وعايز عبادة الرب وعايز ثمر لمجد الرب، مش عايز حاجة لنفسي. طبعا تقول لي ازاي واحد يبقى مش عايز حاجة لنفسه؟ اقول لك دي بقى عمل الروح القدس. الروح القدس هو اللي يخلي حبك للرب يزيد جدا جدا جدا، فلا تحتسب للشيء زي بولس كده قال لا احتسب لشيء، الحاجة الوحيدة اللي شغلاني مجد الرب، خدمة الرب. قال لصدوق رئيس الكهنة رجع تابوت العهد، وبعدين قال له حاجة كمان، وانت كمان ترجع. ثم قال الملك، وطبعا الكتاب بيصر على يذكر ان داود الملك، يعني الكتاب لا يعترف بالحاجات البشرية. ابشالوم رايح اورشليم مش مهم، لكن ده الملك في عينين الرب. الناس عايز يقول الكتاب يعلمنا ايه؟ الناس ما يقدروش يغيروا دعوة الرب لاشخاص، ولا يقدروا يغير داود الرب ده ملك يبقى هو الملك، ما يقدروش يقفوا قدام خطط الرب. ثم قال الملك لصادوق الكاهن أأنت رائي؟ يعني معروف أنت أنك رائي، بتشوف يعني بتميز، عنده موهبة من الرب صادوق أنه يعرف يميز ويعرف يشوف ويعرف يعني غيره ما يعرف ما يشوفوش زيه. أأنت رائي؟ مش أنت فعلا كده؟ ارجع إلى المدينة انت وابنك، وخد كمان يوناثان ابن ابي يسار. وابي يسار ده برضو كاهن من الكهنة اللي تبعه داود من البداية، ايام ما كان هربان من شاول، وكان قائد في الكهف يعني زي صدوق كده. ابناكما كلاهما معكما، يعني انتوا الاربعة القادة، بس الأعلى صدوق، وبعدين أبي يسار، ويبقى معاكم أنت معاك ابنك وأنت معاك ابنك. وحدد الأسماء بتاع الأبناء، أنتوا الأربعة مش أنت بتشوف، ارجعوا إلى أورشليم. ليه؟ أنتوا هتعرفوا لي إيه اللي بيحصل في أورشليم، عشان في ضوء اللي بيحصل في أورشليم اقدر اقرر هستمر في الهروب، هعمل ايه، ايه الخطه الموضوعه ضدي عشان يقتلوني مثلا، اعمل. انتوا الاربعه ترجعوا وانت بتشوف وتستنبط، تعرف الاخبار وتبعتها لي. ولما بندرس الفتره اللي كان فيها داود هربان من شاول، كان برضو بيعمل كده، كان بيبقى عنده ناس يعني تتتبع أخبار شاول، وأحيانا الرب بيعمل الروح القدس يعمل لنا كده، يورينا الشيطان بيتحرك ضدنا إزاي، عشان ما هيقولوا لك لما تعرف خطط عدوك كسبت نسبة كبيرة من المعركة. يعني أهم حاجة جهاز المخابرات، يقول لك جهاز المخابرات ده أهم حاجة في الجيش، ان يعرف خطط العدو. احنا عندنا جهاز مخابرات الروح القدس يعرفنا اللي يفيدنا معرفته. عشان كده اقولك اعظم جهاز مخابرات، ممكن المخابرات تدي معلومات حقيقية بس بسببها القادة يرتعشوا،
إنما الروح القدس يديك بس المعلومات اللي تفيدك في مواجهة خطط الشيطان اللي ضدك أو ضد خدمتك أو ضد عيلتك أو ضد أولادك. الروح القدس كده يوري لك إن ابنك هيبتدي يكون صداقات معينة يكون لها نتائج بعدين مش كويسة، ويديك الروح القدس تعمل إيه. فداود بعت الأربعة دول عشان يقولوا له خطط صاحب الانقلاب أبشالوم، ايه الخطط بتاعته، ناوي يعمل ايه، علشان نعرف نقاوم وعلشان نستعد. فقال قال لصادوق انت خد أبي يسار وخد ابنك وابن يونسان، أنا بثق فيكم تماما تماما تماما، ارجعوا أورشليم وعرفوا لي بقى اللي بيحصل وابعتوا لي. قال داود قال كده، قال الملك لصادوق أأنت مش أنت بتشوف كويس وبتستنتج، رب أعطيك الموهبة دي، ارجع إلى المدينة أنت وابنك أخمعص وأبيصار وابن أبيصار يونسان. وطبعا واثق أنه مش هيتخانقوا مع بعض، هيشتغلوا مع بعض جواسيس في البلد. وداود بقى قال عبارة، قال كلمة حلوة مهمة قوي نقف قدامها. قال لهم إيه؟ قال لصادوق إيه؟ ارجع إلى المدينة بسلام. حط خط تحت كلمة بسلام. ليه؟ لأن رجوعهم خطر جدا. يعني دول راجعين لو أبشالوم اكتشف ان هم طلعوا مع داود ورجعوا هيبقوا او اتباع أبشالوم، لو اكتشفوا انهم عندهم ولاء لداود لا دول هيقتلوهم. يعني اكتر ناس بتتأذي لما تكتشف الجاسوس، اول ما يكتشف خلاص حياته انتهت. هو صحيح مخلص للبلد بتاعته، لان في جواسيس بتبقى من نفس البلد، لكن بسبب اخلاصه ده بيعرض نفسه لاعظم ايذاء ممكن. فدول رائعين، محبتهم لداود بانت انهم ما اعتذروش. انتوا ليكم دور في اورشليم، وناس تاني اللي معايا ليها دور معايا. مين اللي بيختار؟ هما لا، داود اللي بيختار. تقول لي ليه بتقول كده؟ اقول لك ده لازم يفهمك ان الرب بيختار اخدم فين. ابا انا بقى مندفع عايز اروح ارساليه مثلا في بلد بعيده زي دول، ويجي الرب يرجعني، اقبل ان يرجعني. انا يعني ما قالوش كده لداود، طب ما قلتلناش ليه من الاول، ليه بعد ما طلعنا ترجعنا؟ الرب حر. انت اهم حاجه انك تبقى في مشيئه الرب. مشيئه الرب دي ايه؟ ما تعرفهاش. طلعك من اورشليم ورجعك تاني في الوقت الصح. وانت لو بتحب داود تقول داود عايزني معاه أمشي معاه، داود عايزني في مدينة أورشليم عشان أتجسس تحت أمر داود الحقيقي. أنت تقول كده، أنا تحت أمر داود الحقيقي. في واحد يقول لو ما خدمتش الخدمة دي اللي جواني مثلا يرنم في الكنيسة، مش عايزينه يرنم، عايزينه في خدمة تانية. يقول لا، هو انت اللي هتقول اه ولا، انت لازم تاخد القيادة من الرب. لو تركوا الاربعة دول لتفكيرهم لا، هيحبوا يبقوا مع داود، لان خلاص طلعوا من اورشليم وممكن ناس عرفت انهم تبع داود، يرجعوا تاني للخطر واورشليم معرضة لحرب اهلية ممكن تحصل فيها. ثقتنا في الرب تخلينا نطيعه ونخضع عليه بلا تردد وبلا شروط.
وهو ده معنى ان انا خادم الرب، ان انا اقول اريد يا رب ان تستخدمني كما تشاء انت، لا كما اشاء انا ولا كما يشاء الناس. انت عايزني جوه اورشليم اوكي، انت عايزني اطلع اوكي، انا انت تقول للرب كده زي ما اشعياء قال له ها انا ذا ايه فارسلني، ها انا ذا فارسلني. ترسلني بقى جهه الجنوب حاضر، ترسلني جهه الشمال حاضر، ما ترسلنيش تستخدمني هنا في اورشليم حاضر. وداود قال لهم بسلام ليه؟ عايز يقول لهم ان في خطر، لكن انا عندي ايمان ان الرب يحفظكم من هذا الخطر. وفي بعض الاحيان فعلا خدمه الرب بيبقى فيها خطر، لكن لازم يبقى عندنا ايمان ان الرب يحفظنا من كل خطر. حط قدامنا الايه العظيمه اللي بتقول حافظك لا ينعس ولا ينام، الرب حافظك، حافظ نفسك لا ينعس ولا ينام، ويحفظ دخولك وخروجك. يعني هم دول هم راجعين يقولوا كده الرب يحفظ زي ما حفظنا واحنا طالعين من اورشليم، يحفظنا واحنا راجعين الى اورشليم، الرب يحفظ دخولي وخروجي. احيانا في الخدمه بيبقى الدخول او الخروج خطر، انما ما دام وثقت ان الرب عايزك تخدمه وحطيت الرب قدام عينيك، لازم تصدق ان الرب يحفظ دخولك وخروجك، بل ويحفظك من كل شر. الايه بتقول كده، وتبقى متاكد ان محاربوك زي ما بتقول سفر اشعياء يكونوا كلا شيء وكالعدم. عزيزي المشاهد، الى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.